المحبة والخضوع، الزوج والزوجة. مقال الدكتور أيمن سرور. خلق الله الإنسان على صورته ومثاله، ذكرا وأنثى. خلقهما الله وباركهما الله، وقال لهم: اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها. الله هو الذي أسس الزواج منذ البداية، الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة لا غير. يشبه الكتاب المقدس هذه العلاقة الحميمة المقدسة بشركة المسيح مع الكنيسة، عروسة العفيفة الطاهرة. على الأقل هو يراها هكذا، مع إنها بها عيوب، لكن المسيح يراها كاملة لأنها هي له وحده، هو يسوع المسيح الوحيد الفريد، وهي العروس المحبوبة الكنيسة. كل مؤمن مسيحي يرى بشخص الرب يسوع المسيح المثال الأعلى في كل أمور حياته، ومن بعض الأمور الأكثر الأهمية هي العلاقة الزوجية التي تبدأ بالتعرف بإرشاد الرب لمن يؤمن ويطلب هذا الإرشاد، بعدها فترة الخطوبة ثم الزواج. كما قرأنا عن المحبة بين الآب القدوس وابنه يسوع المسيح، وحياة الخضوع والطاعة من الرب يسوع للآب، هكذا علينا جميعا أن نتشبه بالابن المبارك الذي كان كاملا في محبته وعجيبا في تواضعه وخضوعه. نقرأ في رسالة أفسس أن المسيح أحب الكنيسة حتى إنه أسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها، مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو أي شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. أفسس الإصحاح الخامس عدد 25. من الممكن لنا أن نتمثل بالعلاقة الزوجية الجيدة بين والدينا مثلا، أو أحد الأقرباء أو الأخوة في الكنيسة، لكن دعوتنا العليا أجمعين هي أن نتفرس بجمال الرب يسوع ومحبته للكنيسة، وأن نسير في خطاه ونتغير لصورته ومثاله. فكل رجل مسيحي يؤمن عليه، ليس الأمر اختياري بل هي وصية الرب، أن يحب امرأته كما أحب المسيح الكنيسة، لا أكثر ولا أقل، لأننا لا نريد أن نحب نساءنا أقل من ذلك، ولأنه لا توجد محبة أعمق وأصدق من تلك. في المحبة يطلب كل واحد راحة الآخر، يرعاه، يشجعه، يحضنه، يساعده، أحيانا أيضا يعير انتباهه على أمر معين غافل عنه أو أخطأ به. لم يوصي الله الرجل بأن يتحكم ويتسلط على المرأة، ولم يطلب منه أن يؤدبها حتى. استخدام العنف والضرب والإهانات، بل نقرأ وصية الرب في رسالة أفسس أنه يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، ومن يحب امرأته يحب نفسه أيضا، لأنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا الكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. ومن أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. هل هذا معناه أن نهمل محبتنا واهتمامنا بوالدينا؟ حاشا، بل بالعكس. لكن من المهم أن تكون هناك استقلالية بعلاقة الزوجين مع الأهل، لأنه هناك أمور خاصة تبقى بين الزوجين، بين الزوج وزوجته، وحتى الأهل لا يعرفون بها، وهناك قرارات حاسمة في حياتنا من الممكن أن نتشاور مع الأهل بها، لكن القرار النهائي يكون بين الزوجين بمشورة وإرشاد الرب الذي أحبنا
حتى لو خالف ذلك الآخرين حتى الأهل. في رسالة كولوسي الإصحاح الثالث عدد 18 يؤكد بولس الرسول أهمية هذه الوصية بقوله: أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قصاة عليهم، لا في قسوة الكلام ولا بمعاملتهم بأنها خادمة لك، ولا أنها بخادمة لك وحدك، أو بأن تظن بأنك وحدك تتعب وبحاجة إلى الراحة، بل أيضا المرأة كذلك يجب أن يساعد أحدنا الآخر في كل أمور الحياة الجسدية النفسية والروحية أيضا. في بعض الأحيان من الممكن أن يستغرب الرجل لماذا تعاق صلواته، فهل السبب من الممكن أن يكون لأنه أهمل الوصية بأن يكون الرجال ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطين إياهم كرامة كالوارثات أيضا مع الرجال نعمة الحياة؟ هل يقدر الرجل تعب امرأته في البيت كل يوم؟ ربما أيضا تعبها في مكان عملها خارج البيت، هي التي كانت تستيقظ كل ليلة عدة مرات للعناية بطفلها الرضيع. وهل الزوجة تتفهم الجهد الكبير لرجلها في مكان عمله والتحديات اليومية التي يواجهها، وعند رجوعه إلى البيت يريد أجواء الهدوء الراحة والسلام؟ عندما يفكر كل واحد براحة وخير الآخر، فمن السهل أن تكون الشركة مقدسة بين الزوجين، أساسها التفاهم والمحبة والوئام. وإذا شعرت الزوجة بعناية ومحبة زوجها لها، فمن السهل لها أن تخضع له كما تخضع الكنيسة للمسيح، لأن الوصية هي أن تخضع النساء لرجالهن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس للكنيسة وهو مخلص الجسد. وكما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء، حتى وإن لم يحبها رجلها كما ينبغي، فهي عليها أن تكرم اسم الرب بخضوعها لزوجها حتى لو إنه غير مؤمن، لكن ليس بأن تسير وراءه في أمور خاطئة وشريرة والتي تعارض وصية الرب، لأنه ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس حتى لو كان الزوج ومشورته الشريرة. أفسس إصحاح 5 عدد 22 وكولوسي إصحاح 3 عدد 18. ما أحوجنا في هذه الأيام الشريرة لنساء في سيرة تليق بالقداسة، معلمات الصلاح، لكي ينصحنا الحدثات أن يكن محبات لرجالهن ويحببن أولادهن، متعلقات، متعقلات، عفيفات، ملازمات بيوتهن، صالحات، خاضعات لرجالهن، لكي لا يجدف على كلمة الله. في حياة العالم يطلب كل واحد ما هو لنفسه، لكن لم تكن هذه هي مشيئة الرب منذ البدء، ولم تكن هذه وصيته، بل أن يحبوا أحدنا الآخر. فكم بالحري ينبغي أن تكون هذه المحبة شديدة بين الزوج والزوجة، وهذا العطاء يكون صادق ومستمر. وإن كان فكر العالم اليوم يرفض مبدأ الخضوع، بل بالحري يشجع على التمرد والاستقلالية الكاذبة والتي تعارض فكر الله ووصيته في الكتاب المقدس. فما أحوجنا إلى نساء الله من اختبرنا محبة الرب ووضعوا راسخ في قلوبهن أن يطيعوا وصيته المقدسة لكي يكرمنا اسمه المقدوس، لأنه عندها سوف يسطع نور مجد المسيح في كل حياة زوجية اتخذت الرب مثالها الأعلى بمحبته وخضوعه. وعندها من الممكن لنا أن نقول بأن الخيط المسلوس لا ينقطع سريعا، الزوج، الزوجة ورب المجد يسوع المسيح. دمتم بخير أحبائي في المسيح، رب يبارككم ويحافظ عليكم، أمين.